يا الله، السلام عليكم. ثلاث ارباع البشريه تشكي من الاكتئاب وضيق الصدر وعدم الراحه النفسيه. التاجر ما مرتاح، اللي بالدوله ما مرتاح، الغني ما مرتاح. يا عندكم شيء يقول لك خنقه، حسره، اكتئاب، ما اعرف ايش بيه. اعظم شيء عند الله سبحانه وتعالى وتكشف به اسرار السماء وخيرات الله سبحانه وتعالى اللي نزلت على البشريه التسبيح، ذكر الله سبحانه وتعالى. واعظم التسبيح الصلاة على محمد وآل محمد. جرب وارتاح واستقر وابدأ من هاي الساعة صلي على محمد وآل محمد. الضوج من السبحة تستحي منها بالموبايل، نزل سبحة. الضوج من الموبايل اكو سبحة بالسوق تلبس مثل المحبس بيدك. اللهم صلي على محمد وآل محمد. جرب من هاي الساعة واصبر وشوف الخير اللي الله راح ينتك. السلام عليكم ورحمة الله.